مساء الخير. إن صراعنا مع العدو الصهيوني هو صراع الحق في مواجهة الباطل. لطالما كانت إسرائيل معتدية ومتوحشة وقاتلة ومجرمة ومغتصبة، ولطالما قدمنا الشهداء والتضحيات ودفعنا الأثمان الباهظة على طريق الحق، ولكننا أصبحنا أكثر صلابة وأكثر إيمانا بأن ما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن الحق ينتصر دوما على الباطل. هو صراع الخير على الشر إذن، وقدر المقاومين واحد، إما النصر أو الشهادة، وطريق النصر طويل، وأولى محطاته هي الشهادة في سبيل الأرض والوطن. فالمقاومة ليست فعلا عسكريا أو سياسيا فقط، وإنما فعل أخلاقي يواجه وحشية فريدة لا مثيل لها وأجراما يتفنن في بشاعته. يستطيع العدو أن يتباهى للحظة، ولكن الحرب جولات، ولأن أخ الحرب الأرق فعلى العدو أن يقلق وينتظر ويطرح الأسئلة الكبرى عن رد المقاومة وطبيعة هذا الرد على عدوانه الغاشم والمستمر. فهو يعرف جيدا بأنه لم يرى إلا القليل من قوة وبأس المقاومة، وهو بالتأكيد سيرى المزيد. الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى، فهذه الدماء الطاهرة ستزهر نصرا قريبا بإذن الله. ضيف هذه الحلقة من 90 دقيقة الباحث السياسي دكتور وسيم بزي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. يعني كثير من الأسئلة. تحية لحضرتك ولمشاهدي الآن بأن تعازينا الحارة لحزب الله وللمقاومة الإسلامية باستشهاد القائد الحاج فؤاد، نزل قبل قليل منذ بعض الوقت وفي نعت العلاقات الإعلامية بانتظار موقف سياسي الذي سيعلن عنه الأمين العام لحزب الله بكرة عصرا بعد التشييع. صحيح، عند الخامسة عصرا. يعني من الضاحية إلى طهران دكتور، تصعيد إسرائيلي كبير وخطير جدا، والسؤال هو ماذا تريد إسرائيل من اغتيال قائدين بهذا الحجم في قلب الضاحية وقلب طهران؟ يعني أولا تزامن، وكأنه تزامن محبوك، وبالتالي هذا التزامن بين ضربة بيروت وضربة طهران يبدو أن المخطط المنفذ أراد أن تكون الرسالتين بوقت واحد بمعنى واحد وبهدف واحد. شراكة الأمريكي مع الإسرائيلي واضحة المعالم. الحديث عن أن هناك وسيطا أمريكيا يعمل لمنع امتداد النيران أو وأد النيران بعد الذي جرى أصبح موضع تشكيك كبير، وبالتالي من كل المعنيين بأن يقتنعوا أن هذا الأمريكي لا زال يملك هامش ولو ضئيل جدا ليدعي أنه في موقع الوسيط. الشراكة العملياتية الأمريكية، صحيح أنه مصدر أمريكاني مسؤول قال أنه نحن نعتقد أن إسرائيل نفذت العمليتين في الضاحية وطهران، وصحيح أن بلينكين وزير خارجية أمريكا قال أنه نحن علمنا بمسألة اغتيال هنية قبل وقت قصير جداً من حدوثه، ولا حتى بلينكين قال سمعنا من الإعلام، لكن بعض المسؤولين الآخرين جملوها شوي وقالوا قبل قليل من التنفيذ. لكن الأكيد أن طبيعة عملية الراحل الحاج محسن شكر، الأسلوب العام، البيئة التي نفذت فيها، التقنيات المستخدمة بالضربة تؤكد أن هناك شراكة أمريكية بريطانية لا لبس فيها مع الإسرائيليين. هذه عملية تحاكي بأسلوبها، بقواعد عملها، بطريقة تنفيذها، برصد الهدف، عملية اغتيال الشهيد صالح العروري. صارت أدبيات المسألة معروفة، حتى عملية اغتيال الحاج أبو طالب كانت من نفس النسق والأسلوب، وعملية اغتيال الشهيد علي الدبس بالنبطية أيضا تحاكي نفس الأسلوب. الضربة عم بتكون بطائرات F-35، صواريخ موجهة أمريكية معروفة الاسم والهوية،
تطلق عن بعد من خلال التحكم. يعني تقول كل هذه العمليات جرت بغطاء أمريكي واضح وشراكة أمريكية كاملة. هو الإثبات على هذا الأمر إنك فيك ببساطة أول امبارح واللي قبله ترجع إلى مواقع متخصصة أو ترجع إلى المواطنين اللبنانيين على طول الشاطئ اللبناني. أول أمس وقبله طائرات كيدون أمريكية على مدى ساعات متواصلة كانت تجري مسح لحظوي للشاطئ اللبناني. ومعروف أن غرفة العمليات الحقيقية هي قاعدة أكروتير الأبروسية، حيث الشراكة الإنجليزية الأمريكية مع الإسرائيلي، وأن 8 أقمار صناعية أمريكية مزروعة فوق لبنان على مدار الساعة، وأن تنفيذ عملية اغتيال الحاج محسن بالذات تحاكي أولاً استخدام الليزر بالضربة، أكيد وجود عملاء أرضيين طبعاً. أكيد، أكيد معلومات طبعاً. عم تحكي طبعاً يعني لا، شراكة العامل الأرضي منطقية، ليس هناك أدلة باليقين على إثبات وجود هؤلاء حتى الآن، لكن احتمال قائم بالقوة. القائد العملياتي من جهة العدو دائماً هي الوحدة 8200 التابعة للمخابرات العسكرية أمان. هذه الوحدة مع الوحدة 9900 بأمان تشكلان عنصر المواجهة الحقيقي، ويكاد يكون الوحيد المتخصص بتحقيق الإنجازات مع كل محور المقاومة. نفس هذه الوحدة هي التي نفذت عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية. قواعد التقنية المعتمدة أصبحت معروفة وواضحة، أكيد داتا مسبقة، إدراك استباقي للمواقع الأساسية اللي ممكن يتحرك فيها الشهيد القائد. دخل إلى هذا المبنى بالذات بوقت لم يمر عليه نصف ساعة فقط قبل تنفيذ الغارة. هل كان في دقة في الرصد؟ 3 صواريخ استعملت بالضربة، 1 أصاب الطوابق العليا 5 الأساسية، هو كان موجود على الأرجح بالطابق 8. الصاروخ الثاني أصاب المبنى المجاور، وصاروخ وصل إلى الملجأ ولم ينفجر. أصبحت هذه حقائق معروفة لمن يتابع. صحيح. ويعلم، وتشبه هذه الحقائق الحقائق التي كمان شاهدناها باغتيال الشهيد صالح العروري. لكن صحيح. بموضوع الشهيد صالح كان في طرف بعد استخدام الهواتف في ذاك الوقت، كان في كم كبير من البشر موجودين بالاجتماع، كان في سفرات أم فيها الشهيد العروري متعددة إلى تركيا بالشهر الذي سبق. صحيح. عملية الاغتيال إلى تركيا والدوحة، في حين أنه بحالة الحاج محسن كان في تكتم، كان في حرس أمني، كان في مجيء مفاجئ لا يعرفه إلا قلة إلى هذا المبنى. كان معه شخص أو شخصين بالحد الأقصى، شخص منهم غير لبناني استشهد معه معروفة بالعملية، على الأرجح أنه ممكن يكون إيراني. هذا النمط من السرية اللي كان محيط بحركته يؤكد على الجهد المبذول الهائل من قبل العدو، اللي اعتمد على 3 قواعد أساسية: تقنيات عالية الدقة المرتبطة بقواعد تحكم وسيطرة على الشاطئ خارج لبنان، وتحديدا بقاعدة أكروتيري. طبعا يعني يبدو أن قاعدة بعد نشطة على بالأساس رغم من بالأساس سوسن كل عمليات الاغتيال المستهدف خارج المسيرات الصغيرة التي جرت في كل مسرح العمليات منذ 27 الأول غزاويا ولبنانيا وإيرانيا وسوريا، شريك هذه القاعدة فيها بشكل مباشر. هذه حقيقة إلى علاقة بالمتابعة. هذا يفسر بشكل واضح يمكن موقف السيد نصر الله في أحد الخطابات عندما يعني وجه التحذير إذا جاز التعبير لقبرص في ذلك الحين. هذه كان إلى علاقة. صحيح. بشكل أساسي باغتيال بأمرين. بمسألة أن تكون المطارات الأبرصية في حينه هي البديل لمطارات العدو إذا تلقى الضربة،
الاثنين كان إلى علاقة بوقتها بالمناورات المشتركة التي أجرت القوات الجوية بين جيش العدو والأبارصة، ثلاثة إلى علاقة بتدريبات على جغرافيا مشابهة للجنوب أجراها وحدات النخبة في جيش العدو على أرض قبرص. هي الثلاثة اللي إلى علاقة بجيش العدو مباشرة، لكن اللي إلى علاقة بالإنجليز وبالأمريكان كانت بشكل غير مباشر. بالمناسبة من يعود للأرشيف ست سوسن، بأول 20 يوم بعد 27 الجسر الجوي، هذا كشفته صحيفة هارتس الإسرائيلية في حينه، أكثر من 20 طائرة بأول 10 أيام بعد طوفان الأقصى إنجليزية وأمريكية هبطت في أكروتيري في طريقة إلى تل أبيب ضمن الجسر الجوي المعتمد والمعمول به، وبالتالي أدوار هذه القاعدة أكبر من أن تحصى في سياق الحز بدمنا وبشهدائنا. هذا كله يناقض دكتور، يعني هذه الشراكة الكاملة الأمريكية تناقض كل المواقف المعلنة على الأقل والتي تقول وتدعو إلى تجنيب توسيع هذه الحرب، بأنه كل الاتصالات الدبلوماسية التي حصلت والتي كانت تتحدث عن تحييد العاصمة بيروت وتحييد المرافق وتحييد المرافق العامة وتحييد أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي السؤال المطروح وحضرتك بلشت الحلقة عم تقول لم تعد وساطة طالما في هذه الشراكة، وهناك تغيير كبير في الموقف الأمريكي وهو مبني على ماذا؟ حقيقة ست سوسن كل قواعد المعتمدة ما قبل 30 تموز برأيي أنا أصبحت خاضعة لمنطق مقاربة وتأمل مختلف. بأي معنى؟ الأوروبيين ببيروت تحديدا الفرنسيين السويسريين يأملون من خلال قراءتهم الحديثة جدا ما بعد حتى تنفيذ الاغتيالات، يأملون أن يكون ما جرى لازال تحت سقف القدرة على الحركة الدبلوماسية ومحاولة التوصل إلى حلول، يراهنون على أن يأتي رد حزب الله بالقدر الذي يستطيع العدو أن يهضمه ويتحمله ولا يرد عليه. بعثوا برسائل بهذا الاتجاه؟ هيدي واحدة من الجزئيات، بس بعثوا برسائل واضحة بهذا الاتجاه. بالضف المقابل بيقولوا أنه ممكن نتنياهو الآن يكون أشبع رغبته بأن يكون حقق إنجازا، وبالتالي يمكن أن يخاطب بطريقة هيك فلسطينيا ولبنانيا حققت إنجازين كبار، صار فيك تثمرهم بإطار حرصك على البقاء في الملعب السياسي وتقديم إنجازات. هذا لسان حالهم حتى طبعا، وهذا اللي يمكن عبر عنه لويد أوستن لما حكى عنه، وبالتالي هذا قد يكون منفذ لمحاولة تحويل هذا التهديد اللي نحن عم نعيشه إلى فرصة، وأنه الأمريكيين لازالوا قادرين على الدفع باتجاه معالجة سياسية سواء لموضوع غزة أو موضوع فلسطين، ويكون هذين الإنجازين بين مزدوجين فرصة لنتنياهو للنزول عن الشجرة العالية وتقديم نفسه للمرة الأولى بعد 27 الأول أنه استطاع أن يعيد لإسرائيل ردعها. هذا منطق اللي قلت لك عنه وليس لا تتبنى منطقنا. وليس منطق، وبالتالي هذا الأوروبي في بيروت يراهن من خلال تقديم هذه القراءة لإلى وجهين قدمها إلى على من؟ أن هناك فرصة للدبلوماسية لا زالت قائمة، لكن كله مربوط بالنهاية برد المقاومة. برد المقاومة. ما هيدا هون كمان سؤال مطروح، قديش في إمكانية بعد للحل الدبلوماسي بعد هذا التصعيد الكبير والخطير دكتور؟ وبالتالي هيدي القراءة الأوروبية اللي حضرتك اليوم ركزت عليها بشكل واضح واللي هي قراءة حديثة بعثت بأكثر من اتجاه، وصلت إلى المعنيين، لأنه عرفنا أنه من امبارح بالليل أقفلت كل خطوط والهواتف. أنا ما قلت ست سوسن أنه هذه القراءة نقلت إلى المعنيين، بس أنا بعرف أنه في شخصية أمنية إنجليزية عالية المستوى
زارت عين التيني خلال الأيام الماضية، وكان في نقاش، لكن قبل التطورات الدرامية التي حصلت بعرف أيضا أنه بكرة جاي وزير صحيح. خارجية إنجلترا ويمكن وزير دفاع بزيارة كانت مقررة سلفا وسبق ولها أن أجلت حينما كان الرئيس مئاتي غايب بعطلة عن البلد، أجلت لثلاثة أسابيع، وهي ستحدث الآن على وقع الأحداث القائمة. السؤال الأساسي اللي أنا كنت عم بطرحه معك، لأي درجة لازال هناك عناصر ثقة بمثل هؤلاء الوسطاء؟ صحيح. بالنهاية الإنجليز والأمريكان واحد، سواء بكل موضوعنا الفلسطيني اللبناني، تآمرهم علينا مع العدو، شراكتهم بدمنا، نقل الكلام المعسول غير الموثوق والمبني على الكذب، والقواعد الغادرة التي ترجمت في ضربة الضاحية وحتى في ضربة يعني كأنك عم تقول كل الضمانات التي نقلت كانت غادرة بهذا الاتجاه. أنا عم بطرح عنوان أساسي معك اسمه هل لا زال هناك مجال لترميم الثقة؟ صحيح. لأنه أنا برأيي الثقة هي قتيل الآن مع اللي صار، وبالتالي عن أي ثقة نتحدث بعد الآن إذا كان هذا الأمريكي ذو الوجه القبيح، سواء كان اسمه بلينكن أو أوستن أو أموس أو بايدن أو غيره. واضح أنه زيارة نتنياهو هي المفتاح السري الذي أوصل إلى هذه الجرائم. هو يمكن هون بيت القصيد، ما هو هذا السر الكبير الذي عاد به نتنياهو من أنا بقول لك كثير معقد القصة. نتنياهو راح يأمل بأن يكون رهانه على ترامب الذي سيكون رابح حتمي على بايدن فرصة لإله لكي يلعب مع الرابح. فوجئ بإزاحة ترامب قبل أسبوع من سفره وبظهور كاميلا هاريس كمنافس جدي للحزب الديمقراطي بوجه ترامب، عنوان الغزاوي وعنوان اللي له علاقة بكل مشروع المنطقة في مساحة أو هامش يبعدها عن أن تحمل كل الإرث الإجرامي للصهيوني الرئيس بايدن، وبالتالي هذا أقلق نتنياهو أقلق ترامب، سواء بنسبة التبرعات اللي جابتها بأول أسبوع لتجاوزت 200 مليون دولار، سواء باستطلاعات الرأي اللي زغرت الفارق لنقطتين، والأهم بتبني العنوان القيمي للجناح اليساري بالحزب الديمقراطي، سواء بمقاطعتها لجلسة الكونغرس أو بكلامه مع نتنياهو. لذلك نتنياهو رح عمل مع بايدن صفقة اللحظة الأخيرة، أخذ ما يريد كأضواء خضراء واضحة لا لبس فيها مع بايدن. أخذ هذا طبعا أخذ بايدن هذا، أنا برأيي يراهن بالأشهر المتبقية على أن يسعى لكسب نتنياهو من وجه ترامب، أو بإشعال المنطقة كلها ليورث ترامب إذا كان فوزه محتوم كل هذا الذي يحصل. يعني خلينا نقول السباق الرئاسي الأمريكي هو اللي اليوم عم يرسم المشهد في المنطقة بهذا المعنى، وهو اللي يعني عمل هذا التغيير الكبير في الموقف مش الأمريكي. مش أول مرة دمنا ست سوسن للأسف طبعا، سواء بكيان العدو أو بأمريكا بيكون جزء أساسي من لعبة الاقتراع بالصناديق، لكن حفلة التصفيق الشهيرة غير المسبوقة كانت هي الإذان الفعلي بالجريمة الجديدة. كان في ضوء أمريكي للعدو ما بعد 27 الأول كان على مستوى فلسطين اليوم. بثلاثين الشهر الضوء الأمريكي الجديد له علاقة بالمحور بكل المنطقة. بالمحور كله يعني عم نحكي عن فصل جديد، نحن اليوم أمام فصل جديد ومختلف عما كانت عليه الأمور قبل 30 تموز. قبل 30 نيسان جبهة لبنان كانت كانت جبهة لبنان جبهة إسناد لفلسطين. اليوم الآن في سؤال إذا جبهة لبنان قد تتحول
من جبهة إسناد لتتقدم وتكون جبهة حرب. يعني عم نحكي عن سيناريو خطير جدا دكتور بهذا المعنى، الأمور مفتوحة فيه على كل الاحتمالات بطبيعة الحال، لأنه البعض يمكن حط بإطار استراتيجية اليوم الصدمة والترويع عند الإسرائيلي بلعبة حافة الهوي اللي عم يلعبها نتنياهو، وخصوصا أنه البعض يسأل أنه المسار بيروح آخر شيء إلى هذه الهاوية أم أنه يعني اليوم هيدا الجنون الإسرائيلي بيوصل بمطرح من المطارح إلى صورة الانتصار المزعوم الذي يبحث عنه بنيامين نتنياهو، اللي هون يتقاطع يمكن مع القراءة الأوروبية، بالتالي قد يكون مدخل للوصول إلى وقف لإطلاق النار. بدك تشوفي أول شيء المسار العملياتي اللي نحن بصدده على ضوء الضربتين، هل يمكن أن يولد من خلفيته اللاحقة مسار سياسي؟ هل لازالت لغة السياسة فائدة قادرة على أن تعود وتطل برأسها من سديد؟ مساحة الثقة المتهتكة، عم نحكي عن اغتيال طبعا القائد إسماعيل هنية في قلب طهران، عم نحكي عن اغتيال الحج فؤاد شكر في قلب بيروت والضاحية الجنوبية، هذه حقائق مجسدة. لكن من قال ست سوسن أن المعنيين تاريخيا بتلقف هكذا نوع من الضربات وتلقيها؟ وهيدا برد بشكل غير مباشر على السعادة المفرطة اللي عم بيعبر عنها بعض الإعلام العربي مثل العربية والحدث وسكاي نيوز وغيره، وبعض المراهنين لبنانيا على لحظة نصر للعدو. لذلك بنقول لهم هونوا قليلا على سعادتكم. الكلام الأخير لم يقال بعد، ودائما في هذه المعركة هناك أسياد للحظات الصعبة يعرفون جيدا كيف يلوون عنق الزمن وعنق التحدي، ويعيد البوصلة إلى المكان الذي تثمر فيه هذه الدماء انتصارات وعز. وبالتالي صحيح الحرب سجال، صحيح أن نتنياهو بجدارة لعب حافة الهاوية ويسعى لشد الأمريكي معه إلى رهان توريطي يسعى إليه منذ 10 أشهر، وقد يكون في طريقه للنجاح بهذا الأمر، هذا احتمال. لكن من يذهب إلى حافة الهاوية ضامنا ألا يسقط فيها، هذا سؤال كبير، لأن الأخيرين أيضا الآخرين جديرين بأن يستفيدوا من هكذا لحظات بظل ما قد يملكونه من خيارات يعني لا يتوقعها نتنياهو ولا أسياد الأمريكي. بيقدر يأخذ قرار الخطوة الأولى، ولكنه لا يستطيع أن يضمن إلى أين سيصل بهذا المعنى. والكرة اليوم في ملعب محور المقاومة مجتمعا، خصوصا وأنه صار هذا التزامن يعني بالضربتين دكتور. هلأ هون حقيقة وطبيعة الرد فتع سؤال جوهري أنت، هل حزب الله وإيران وحتى ضربة الحديدة وكذلك الضربة ضد الحشد الشعبي بالعراق، هل المحور كله معني برد مشترك؟ هذا اليوم سؤال. أم أن لكل طرف حسابه الخاص في هذا السياق؟ هل يرتئي المحور أن يكون رده ووقع رده مجتمع وقالب للتوازنات والتوقعات، ويتلقف ما جمعه العدو من لحظات وضرب فيها مجتمع، يتلقف الكرة ويبني عليها بإطار الرد؟ أم أن المصلحة تقتضي أن يكون لكل طرف ساحرت من أطراف المحور حسابه الخاص؟ الأكيد أن الإيرانيين من كلام المرشد السيد علي الخامنئي اليوم رسموا الحدود الثلاث التي ارتكز عليها موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الرجل في ضيافتنا وقد قتلتموه وهو في دارنا وسنجعلكم تألمون. من واجبنا السأل لدمائه، لدمائه، هيدا الكلام الفاصل في هذا الإطار. صورة إسماعيل هنية القائد الراحل بساحة فلسطين مع الكلام الذي كتب
فوق عن الثأر معبرة، تنكيس راية كربلاء الراية الحمراء في قلب طهران، هي رسالة ناطقة دون أن تنطق، لأن الثأر قال ولك أن تري بهكذا تجسيد عملي لراية كربلاء وقد نكست. برأيي أنا الاختصاصيين بعلم النفس في كيان العدو عند الأمريكان يجب جيداً أن يقرأوا جيدا صحيح. هكذا معنى للرسالة الإيرانية. يعني عم نقول أنه نحن أمام فصل جديد ومسار جديد قبل 30 تموز غير ما بعد 30 تموز، وبالتالي الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بانتظار الميدان، لأنه الكلمة أيضا هلأ هون يعني نحن مش وكأننا عم نحول بحتمية نحن الحرب. نقرأ في الوقائع القائمة، لكن اللي نحن عم نقوله صحيح. أن الجريمة المرتكبة سيرد عليها بنفس المستوى. يمكن مسألة النقيص بالمستويات ما في شيء بيقدر يوصل لمستوى الجريمة المرتكبة على الساحتين، لكن المسألة إلى علاقة بما أهم من المستوى، استعادة المبادرة، إعادة فرض التوازن على مسرح العمليات، إفهام العدو ومن خلفه أن قواعد الاشتباك لن تكون طور بنان العدو الإسرائيلي، وأن هذا المسار الطويل من المواجهة لن ينتهي إلا ويد محور المقاومة هي العليا. بس حدث مبارح ما كسر قواعد الاشتباك السائدة منذ 10 أشهر. أنا برأيي تحطمت قواعد الاشتباك، لم يبقى أثر لهذا ولا احترام لأي معايير يبنى عليها. ليش عم قلك اللحظة السياسية القادمة أصبح فيها خواء، وكل من يريد أن يفاوض عليه أن يقنع من يفاوضه أولا بالأهلية، تاني شيء بوجود إرث من المصطلحات والمعاني السياسية التي يمكن البناء عليها، ثلاثة الثقة، أربعة الضمانة. حسألك بعد الفاصل، وهذا يفترض ماذا من الحكومة اللبنانية ومن يعني اليوم موقف اللبناني الرسمي، خصوصا أنه كمان كان في لقاء الصبح بعد جلسة مجلس الوزراء بين رئيس ميقاتي والسفيرة الأمريكية، التي قالت بحسب معلومات الأنبئان للرئيس ميقاتي بأنه أبلغنا بالضربة ولكن لم نعرف طبيعتها وأنها ستكون في الضاحية الجنوبية. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، نتابع 90 دقيقة لهذه الليلة وضيفي الباحث استراتيجي دكتور وسيم بزي. كنت عم تقول دكتور وسيم فيما يتعلق ب يعني الرسائل وقديش عملية ترميم الثقة اليوم مع الدبلوماسيين، اللي ما بعرف قديش في إمكانية بعد في هامش لا يعني الحل الدبلوماسي والموضوع السياسي في ظل هذا التطور الكبير والخطير. وحضرتك حكيت أنه نحن أمام يعني كسر لقواعد الاشتباك بشكل كامل وضرب لكل الخطوط الحمراء. حقيقة هون سوسن حتى ما نكون عم نحكي بمنطق تيئيسي، أي كلام عن تفاوض أو عن طروحات لن يكون عمليا وواقعيا إلا بعد الرد الإيراني ورد المقاومة في لبنان. قدرة العدو على هضم هذا الرد خارج التبختر الذي يحاول نتنياهو أن يقدم. هلا فيديو منزله على منصة إنه هو جيمس بوند. هو نتنياهو. هو لا نتنياهو يعني. هذا هو نفسه نتنياهو الذي هزم ب27 الأول. هذا هو نفسه نتنياهو الذي ظهر عاجز أمام الضرب الإيراني ب14/4، وهو نفسه الآن الذي برأيي أنا سيتجرع ثم بعد هذه اللحظة. برأيك سيتجرع؟ خاصة أنه أنا ضد ست سوسن أن نضع نتنياهو أنه هو اختصار العداء. بالعكس، العداء الحقيقي هو بالمشروع الصهيوني اللي بيمثل نتنياهو حالة ضعيفة فيه. أما نقطة القوة فيه هي الشراكة الأمريكية صحيح. الإسرائيلية التي تتجاوز الأشخاص والمسميات. بس هون السؤال مطروح عن نوع وحجم هذا الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي أو هذه الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، وخصوصا إذا بدك اليوم يعني فيما يتعلق بحرب غزة، ما قديش في قدرة على تحمل توسعة هذه الحرب. هي شراكة تختصر الاستعباد الذي تعيشه أمريكا بخدمة المشروع الصهيوني. بلا ما كن أنا
هلا البعض بيقولوا الصهيونية مش هي القائدة، القائدة أمريكا. مشهد الكونغرس لوحده على مدى 53 دقيقة هو اختصار من هو الكورس ومن هو المغني. الكونغرس على مدى 53 دقيقة كان شغلته يزقف، واللي كان عم بيغني وعم يرسم المسار نتنياهو. واللحظة السياسية هو نتنياهو، والباقي لم يكونوا أكثر من دمى تتحرك بطريقة آلية أوتوماتيكية حتى بلا ما تسمع الكلمات اللي عم بيقولها أو اللي عم بيفكر فيها. كان يكفي أنه يعلي نبرة صوته أو يعمل جملة يعلي فيها صوته لهن يزقفوا حتى بلا ما تحسي أنه عم يفهم. كيف تقصد لإعطاء هذا الدعم؟ وقالت أساساً ليك اللي هو ينتظر زيارته إلى الكونغرس وليعود إذا بدك ليكسر قواعد الاشتباك، كان بإمكانه أن يقوم بمثل هذه العمليات من دون الذهاب إلى الولايات المتحدة لا الأمريكية. أنا برأيي بدك ترجع إلى مسيرة نتنياهو للدرس اللي اعطاه بيو اللي كان يدرس بجامعة كولومبيا. بتفهمي انه ثقافة نتنياهو الاساسية ابداعه بالمناورة السياسية، بقاؤه بالحكم كل هذا الزمن غير المسبوق بتاريخ رئاسة وزراء اسرائيل راجع من خلفيته الامريكية ومن ادراكه كيف هو العصب الذي يربط بين المشروع الصهيوني وبين الولايات المتحدة. لذلك شو قال له لبايدن؟ إنك أنت الرئيس الصهيوني الذي تفتخر بصهيونيتك من لحظة لقائك بجولدا ماير سنة 73 وكنت لازلت شابا. وهيدا المعيار، هيدا الأساس بكل أسف ست سوسن هو اللي عم بترجم أن هذا الكيان لولا الولايات المتحدة لكان سقط في لحظة منذ لحظة 7 أكتوبر يعني، وكانت لذلك بدي أرجع للفكرة اللي كنت عم أقولها معك. بعد رد المقاومة ورد أو تصرف العدو على ضوء ذلك يمكن أن نعود لنسأل إذا كان للدبلوماسية مكان. لا زال هناك مكان أو فرصة. فرنسا في وضع صعب، واقع السياسي واقع رئيسة ما بيقول إنه هالقد قادر تكون حيوية بالوقوف مع لبنان في هذه اللحظة، لكن الأكيد إنه في دولة لبنانية هي الآن على مرمى التصويب بقدر ما المقاومة على مرمى التصويب إلى الشرف. اسمعي خطاب العدو، كثر من قادة العدو في هذه اللحظة يدعون للاقتصاص من الدولة وخروج سموتريتش وبن كفير من اجتماع المجلس الوزاري المصغر أو الكابينات، بدهم ضرب أهداف غير الاغتيال. كان في ثلاث احتمالات للضرب الإسرائيلية. الاحتمال الأقل كلفة على نتنياهو بحساباته هو الذهاب إلى عملية اغتيال ناجحة، إلى عملية برية محدودة فيها قدر من المناورة، أو إلى حملة جوية كبيرة. بالحالات الثلاثة كان عم يستبعد الحرب الشاملة، فضل خيار الاغتيال لأنه بظل ضمان نجاحه، وأنا برأيي ضمان نجاح هذه العملية بالإحداثيات المعقدة التي حكمت هذه العملية، يبدو أنه كان متمكن منه عند العدو إلى حد كبير. يعني كان عنده ثقة عالية بهذا، بأنه سينجح بالوصول للهدف. وهيدا برأيي أنا اللي مخلي نتنياهو عم بعيش يعيش حالة النشوة. صحيح، بس هون اللي تسرب بإسرائيل بأنه الضرب في الضاحية وعمليات استهداف الحاج فؤاد شكر هو قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي بعد عودته من واشنطن وبعد الاجتماع الأمني الذي عقده. بالتالي هو عاد واتخذ مثل هذا القرار يعني بهذا المستوى بشكل. هو أولا كان جايب معه من أمريكا الضوء الأخضر باتجاه أي خيار قد يذهب إليه. أي خيار قد يذهب مفتوح إليه. الخيارات أمامه أكيد، والأمريكان مغطينه ومناقشين معه ما هو ممكن وما وداخلين معه بالتفاصيل. اثنين، هو كان الأحد سلم بأنه سيذهب إلى إجراء. ثلاثة، عمل الاجتماع الشهير
وأخذ قراره وذهب إلى تنفيذ. بالعودة إلى موقف الحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية وحضرتك عم تقول أنه اليوم التعاطي عم بيكون بشكل متساوي من قبل هذا العدو، إذا بدك التصويب على المقاومة وعلى الحكومة اللبنانية، وبالتالي ما هو المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية في ظل هذا الظرف المعقد يعني الخطير؟ حقيقة الموقف الرسمي اللبناني اللي عم يختصر الآن ما يمكن أن نسميه بالشخصية الوطنية إزاء ما يجري، هو موقف متقدم جدا لا يمكن إلا أن نشيد به على مستوى أداء كل المعنيين، بدءا من رئيس مجلس النواب وموقعه وحيويته بالتعاطي مع التحدي الذي نعيش في هذه اللحظة. الرئيس بري بمكان ما عم بيكون مفاوض أساسي مع الأجانب، مفوض ومكلف بالإضافة إلى مكانته وخصوصية ما يمثل، رئيس الحكومة مع الحكومة مجتمعين، وحتى القوى السياسية الممثلة أو حتى الغائبة عن الحكومة لأسباب معروفة، عم بيكون في نوع من التضامن بالحد الأدنى. هذا اللي شفناه امبارح بالمواقف، حتى بمواقف الوزير باسيل من بالأمس. يومين اللي فيها كتير من التغطية غير المباشرة للجزء اللي له علاقة على الأقل بالمواجهة مع العدو. هون بين هلالين كان في تغير بالموقف أو أنه هيدا الموقف لا هو الموقف؟ لا، لكن للأمانة هو بعده عم بحافظ على حسه النقدي بموضوع استراتيجية دفاعية أو هجومية وبموضوع وحدة الساعات، لكن الساحات، لكن بتضامنه مع المقاومة موقف حاسم بأولوية أنه يجب أن نكون مجتمعين بوجه العدو الواحد. هذا اللي أكد عليه رئيس بري أيضا. هذا مهم جدا. صحيح. وبيان رئيس الحكومة أمس وكلامه أمام الجلسة مجلس الوزراء أيضا في مستوى متقدم جدا يلبي طوق كل اللبنانيين لهذه اللحظة بوجه هذا العدو. كل اللبنانيين يا دكتور؟ يعني على الأقل أنا بدي أفترض حد أدنى من الشرف والكرامة. بتمنى أنه يكونوا كل اللبنانيين اعتبريها أن الاعتداء على الضاحية الجنوبية هو اعتداء على قلب السيادة الوطنية، وما شفنا سياديين طلعوا امبارح يعني وعبروا بأي موقف. تعبيري أنه كل اللبنانيين هو أمنية، لأنه حقيقة في انقسام عمودي يعبر عنه بشكل واضح، في مراهنين بهذا البلد بقوة على انتصار العدو على أبناء الوطن. صح. وهي شريحة موجودة وخطابة معلن وفيك تسمعيه علنا، وقلت لك قبل شوي إن هؤلاء يفركون أيديهم منتظرين مع كل الركب الموجود بالمنطقة أن تكون نتائج هذه المواجهة لصالح العدو وليس لصالح يعني هو الرهان نفسه على كل هو الرهان نفسه أسف. لم يتعلموا من أي درس. وهون رئيس ميقاتي أكد بأن القصف على الضاحية هو قصف لمساعي التهدئة في لبنان، ولبنان لا يريد الحرب للحفاظ على سيادته وعليه. هون شو عم بيقول لهم؟ مساعي التهدئة تم قصفها، شو يعني؟ هيدي الأمانة والحرص على المحددات التي أصبح الرئيس ميقاتي يحفظها عن ظهر غيب، وهو يعرف أن ما جرى كسر بقوة هذه المحددات، وأنه مثل ما قلت لك إعادة لملمة شظايا القدرة على العمل الإيجابي لدرء الأخطار بالسياسة أصبحت عملية بدها معجزة جراحية، وما هو متبدي حتى الآن يقول أن الأفق مقفل حتى ما بعد رد المقاومة والتقييم الذي يعني هيا ننطلق هون أنه الكلمة الآن للميدان، بعد الميدان يصبح لكل حادث حديث حقيقة. في مسار تقني ست سوسن، غدا قبل الظهر سيشيع السيد إسماعيل هنية في طهران. صحيح. بعد الظهر عصرا سيشيع الحاج فؤاد شكر في بيروت، ومن ثم باتجاه البقاع. وسيكون كلمة لسماحة السيد حسن نصر الله. سيكون فيها ليس هناك شيء مترقب له علاقة بحتمية الرد، لكن في شيء له علاقة بخصوصية تاريخية لعلاقة قد لا تضاهيها علاقة أخرى بين سماحة السيد وأي شخصية تانية بتاريخ المقاومة. وهذه حقيقة رح نسمع بكرة
معالمها وأساسياتها وروحها. بس بيان العلاقات الإعلامية كان واضح أنه في موقف سياسي منتظر، يعني في موقف سياسي للأمين العام غدا. وأنا برأيي هذا البيان كتب بخطوط العريضة ممن سيتكلم غدا، وبالتالي يعني هون صار فيكي بشكل تلقائي تعرفي أنه هذا نفس سماحة السيد بالبيان وكلام سماحة السيد. كرمال هيك طول البيان صدوره لأنه كتير لا كان في أسئلة. طول البيان لمجموعة مركبة من الأسباب. جزء منه كان له علاقة بتأخر الوصول إلى الجثمان، وإله علاقة أيضا بتعقيدات تقنية حاصلة، وفي أسباب أخرى أيضا أخرت البيان، وبالتالي توقيت حضوره حينما تم تجاوز كل الاعتبارات هذه. يعني خلينا نقول أنه بعد 30 تموز لم يعد بالإمكان احتواء ضربة بهذا الحجم دكتور، مشان نسكر على هذا الموضوع. أنا برأيي مش مطلوب أن نحدد حجم الضربة، مطلوب أن نؤكد أن ما سينتج عن الرد سيعيد قواعد اللعبة إلى المكان الذي سبق الاغتيالين الكبيرين. هذا أمر هائل طبعا بتصوره وبانتظار نتائجه، وهيدا برأيي سيشهد لبراعة أهل الدم في طهران وفلسطين وبيروت وصنعاء وبغداد ودمشق. لذلك غريب أنه الرئيس بوتين سبق بكلامه للرئيس بشار الأسد هذه الوقائع اللي تحصل عن تصعيد بشكل مباشر وحدد سوريا ولبنان والمنطقة، وهذا دليل أن هناك أمرا كان مبيتا في ليل، وأنه حادثة مجدل شمس لا تقل شبها عن محاولة اغتيال السفير العدو في لندن عام 82 لمحاكاة الذريعة المطلوبة. بالمناسبة هيدا السفير اللي صارت الحرب عشانه سنة 82 منذ سنوات قليلة توفي وعاش حياته إلى هذا الزمن إلى ما قبل سنوات، وكانت هيدي في حينه المبرر بهذا الاتجاه. طيب بهيدا المعنى أنا ما في ست سوسن نحن عم نحكي إلا أنه سجل لزعامة وطنية بحكم بتسألك عن الموقف وليد جنبلاط وبأهمية وليد جنبلاط، موقف وطني شجاع استثنائي بلحظة استثنائية. هيدا يعني اليوم يعني أنا يعني اجتني المسألة أنا وعم بحكي عن مجدل شمس، لأنه دائما مواقف الرجال وخاصة إذا كان الموقف من إرث خصومي أو خلاف سابق، برأيي أنا نضارته وحيويته وحجم الثقة فيه والدلالة على أنه عمل إطلالتين بهو 48 ساعة تحدى وسفه فيهم هيدا الإعلام العربي المنخرط والمحتفل بكلماته وبأدبياته وبفلتات لسانه بما يجري. وليد جنبلاط كان بمستوى التحدي وأثبت أنه موقفه نابع من رؤية ومن خبرة ومن إيمان بالتاريخ وبالحاضر ومن فهم للجغرافيا وللصراع، وأنه حج على كل من يمكن أن يخاصم بشرف وعلى كل من يمكن أن يكون غبيا حينما يتكلم تحت الدعاء أنه كان حليفا باللغة التي تكلم فيها. إلى أي مدى يمكن القول بأن هذا الموقف تحديدا جنب لبنان قطع الطريق على المشروع الإسرائيلي دكتور لإحداث فتنة شيعية درزية بتوقيت محدد، خصوصا أنه كان في محاولة لتل أبيب يعني التحريض على حزب الله بتحميله مسؤولية ما جرى في مسؤولية الصاروخ اللي استهدف بلدة مجدل شمس؟ وقد يمكن القول أيضا بأن حادثة مجدل شمس كانت يعني محك لقواعد الاشتباك التي كانت سائدة؟ يقال أنه الأستاذ وليد جنبلاط خلال زيارته الأخيرة إلى عمان والتي قد يكون مضى عليها شهر ونصف للتقى بملك الأردن صحيح قد وضع يده على جزء من
إحداثيات هذا المشروع الفتنوي الخطير، وبالتالي كان حضر نفسه سلفا للحظة خطيرة قادمة على مستوى جغرافية منطقتنا المتداخلة بين أكثر من بلد، سواء اللي له علاقة باللي صار بمجدل شمس أو اللي له علاقة بالسويدة، أو الأهم اللي له علاقة بين المكونات الوطنية والعائلات الروحية اللبنانية، وتحديدا العلاقة الدرزية الشيعية. بس كمان نحن لازم نتذكر أنه مواقفه على مدى أشهر طوفان منذ السابع من أكتوبر كان يردد كان فيها صحيح. في اللقاءات الداخلية وفي اللقاءات مع أهالي الجبل عن فتح البيوت وعن استقبال الإخوة وعن الاستعداد وعن تجاوز الماضي، وحتى بمصالحة بيسور الأخيرة اللي كان عم بيرتب له، هو كان له رسالة لمن يرفض من دواخله أن يسير في هذا المناخ غير مقتنعا أنه يروح يستقيل أو يتخلى. حقيقة بهك لحظة نحن موجودين فيها أمام الوجع وأمام المصير وأمام الرؤية الغامضة للمستقبلنا، لا يمكن إلا أن نسجل أن وقفات الكبار هكذا تكون صحيح. في مدرسة الوطنية اللبنانية. كيف في رسالة أرسلت من أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله؟ أكيد هيدا جزء من تقديره، أنا برأيي سنشهد تقدير بمعنى مختلف لقاء من قبل سماحة السيد يكشفه القادم من الأسابيع القليلة في هذا السياق. طيلة إذا بدك هذه المرحلة كان يراهن نتنياهو على جر أو على يعني اليوم أخذ هذا الضوء الأخضر لتوسعة الحرب، كان دائما الكابح والمفرمل هو الأمريكي. اليوم بعد كل ما جرى وفي ظل يعني خلينا نقول كسر قواعد الاشتباك التي كانت سائدة، كيف سيتعاطى محور المقاومة مع هذا الموضوع بلحظة من اللحظات؟ يعني ألا يعتبر بأنه هو انجرار لا نروح إلى تحقيق هذا الهدف فيما لو كان؟ هون طبيعة الرد هو اللي بدأ آخر شيء تحدد إذا بدك لوين رايح الأمور، ولكن فيما لو لما كان الأمريكاني على الأقل بكلامه الدبلوماسي العلني بمواقفه التي كنا نحن عم نصدق جزء منا مع التأكيد على الحلف الوثيق بينه وبين إسرائيل على المعركة المشتركة عن الانخراط الأمني والعسكري، كل هذا كنا عارفينه، ورغم ذلك كان الأمريكي يملك هوامش حركة. لكن الآن بعد الذي جرى مسألة ألا يعطى نتنياهو الفرصة لجر الأمريكي تجاوزتها الوقائع والأحداث، ولم تعد تصلح هذه المقاربة لتسقط على اللحظة الحالية. لذلك الآن يعني نحن أمام اليوم إذا بدك لحظة فيها قواعد مختلفة تماما، حتى فينا نحدد حتى معالم هذه أنا القواعد. لغة الدبلوماسية الآن لم تعد تصلح لما هو قادم، قد تكون صالحة لما مضى. لكن عمليا الآن الكلمة هي للميدان، الكلمة هي لاستعادة المبادرة في معركة التوازنات الكبرى الحاصلة. وعلى ضوء ذلك يمكن أن نتحدث إذا كان هناك لازال فرصة لإعادة لم الأمر، أم أن الأمر وصل إلى قطيعة ستفرض واقعا. طب سيدة يطرح السؤال الأكبر يمكن عن طبيعة هذا الرد المنتظر، يعني اليوم شو الخيارات أمام هذا المحور وشو طبيعة الرد؟ جربت أقول معك إن المسألة ما إلى علاقة بطبيعة الرد، ما إلى علاقة بالتفصيل، إلى علاقة بالهدف المترتب على هذا الرد وقدرة هذا الرد للإيصال إلى الهدف. وبالتالي محاولة وضع الأمر بأنه هذا الذي حصل هنا يجب أن يقابله وزنا ما سيحصل هنا، برأيي ما في وزن معنوي برجع لإسماعيل هنية قيمته، إلا أنه حصل على الوسام الإلهي الأعلى بأنه سقط شهيدا على طريق القدس. وأيضا هذه الحياة الطويلة الزاخرة للحج محسن لا يمكن أن تتوج إلا بالوسام الإلهي الأعلى.
هيدي حقيقة واقعة ومجسدة، لكن هذه لا تتناقض، بالعكس تتكامل، من أن الأمور يجب أن تعود إلى نصابها، وأنه لن يسمح بكسر قواعد الاشتباك، وأن توازنات المنطقة وليس توازنات لبنان يجب أن تعود إلى سياقات السوية. شو بتقول هاي السياقات؟ شو بتقول؟ إنه هناك مواجهة كبيرة على مستوى العالم، وروسيا والصين شريكين أساسيين فيها، وأن من شطب إسماعيل هنية بواحد من أهدافه يريد أن يشطب مساحة الجمع على المستوى الفلسطيني التي تمثلها شخصية إسماعيل هنية. هذا الإرث من المقبولية الذي جعل الصين قادرة على جمع الفصائل مع فتح، وزيارة أبو مازن ب 13 آب إلى موسكو كانت محطة في هذا الإطار. الأكيد أن هناك حلف إسرائيلي عربي شريك بعملية الشطب، لأنه لا يريد لهذه اللحظة صينيا وروسيا أن تنجح بوضع ما جرى في غزة وفلسطين في إطار الصراع الأكبر الذي لا يمكن إلا أن يكون بين ضفتين كبيرتين، سواء بالمشاريع الكبرى أو بإعادة الترتيب المترقبة، خاصة أنه بس عم تحكي عن مرحلة جديدة دخلناها وفيها ضوء أدوار أكبر بالمرحلة هيدي لكل من الصين وروسيا. أكيد، وهذا الأمر دكتور، هيدا الأمر له علاقة بالمعركة الأوكرانية، له علاقة بالانخراط الأمريكي. هلأ الاف 16 بدها تدخل بقوة مزودة من الرئيس بايدن للأوكران، ومن خلينا نذكر هون أنه بآخر زيارة عملها الرئيس بوتين لوزارة الخارجية الروسية، واللي ألقى فيها كلمة شبهها البعض من حيث الأهمية بكلمته الشهيرة بمؤتمر ميونخ للأمن عام 2007، ذكر الرئيس بوتين أنه ما دمتم تقدمون الصواريخ البعيدة المدى من فرنسا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا لضرب العمق الروسي، ردنا سيكون بتزويد كل من يقاتل هؤلاء على مستوى العالم بما يحتاجوا ليقاتلكم. الإنجليز بدهم يعطوا صاروخ شتورم سادو، الأمريكان عم بدهم يعطوا الأتاكامز، الألمان بدهم يعطوا التروس، والفرنسوية كمان عندهم صاروخهم الخاص. لذلك ما يحصل في منطقتنا مرتبط الآن بإحكام، ونحن إلنا مصلحة بما يجري بالصراع الأكبر حول العالم. لذلك انتصار اليمنيين القادم رح نكتشف مساحة الأسرار الموجودة بخلفية المعركة اليمنية، وإلى أي درجة الصمود اليمني بمعركة البحار والمضائق يؤسس لجزء من هذه الهزيمة الأمريكية القادمة، لواحد من أهم عناوين أنهم فشلوا على مدى أشهر طوفان الأقصى بكسر الإرادة اليمنية، وأن بعض النيران الفولكلورية التي أشعلت في ينابيب الحديدة لن تغطي على أصل وعمق هذا الإنجاز. خلينا نطلع بآخر فاصل دكتور ونتابع هذا الحوار معك. نصل إلى المحور الأخير من هذا الحوار مع ضيفي الدكتور وسيم بزي الباحث في الشأن الاستراتيجي. دكتور، بدي روح إلى طهران قبل ما أسأل في تفاصيل اغتيال الشهيد إسماعيل هنية. ما يتعلق باجتماعات طهران تحديدا، خصوصا أنه كمان إيران كانت على ما بعرف بحسب المعطيات والمعلومات بعد ضربة مجدل شمس كانت كمان جزء من الاتصالات التي كانت قائمة، وأنه كانت قنوات التواصل مفتوحة بين إيران وكل المحور. أيضا اليوم الشيخ نعيم قاسم في طهران، أمين عام الجهاد الإسلامي زياد نخالي، وفد من حماس يعني ما قبل طبعا وبعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هذا كله يدل على ماذا وتوقيت هذه الضربة؟ أولا الإيرانيين كانوا عم بيعيشوا احتفالية غير مسبوقة، عم بيعيشوا نشوة قدرتهم على تحقيق هذا الإنجاز، هذا العرس السياسي الديمقراطي بمجيء الرئيس بيزشكيان،
سريعا ظهر نفسه كخيار شديد الصلاحية والمقبولية للحظة السياسية صحيح الحالية صحيح داخليا وخارجيا، خصوصا نفتتح المرحلة يعني باغتيال بهذا الحجم. صح يعني، ويمكن واحد من الرسائل لبزشكيان ولإيران بصورتها القادمة هي عملية الاغتيال، وبالتالي إسقاطات وأبعاد عملية الاغتيال ببعد الإيراني لا تقل عن بعد الفلسطيني وعن بعد اللي له علاقة بالمحور. ومن هون ما فينا هيك نسذج الأمور ونقول بس هذا الخيار كان خيار نتنياهو، بالعكس هذا خيار استراتيجي أبعد من كيان العدو، هيدا له علاقة بالمشاريع التي تعد للمنطقة ما بعد المعركة الحالية. هناك من يتوهم أن كل المشاريع الكبرى التي ضربها طوفان الأقصى، الاتفاقيات الإبراهيمية، اتفاقية الممر، قناة بن غوريون، حتى يمكن 2030، وكل اللي عم يدعوا لحد هلأ أنهم يقفون في منطقة رمادية ولا يريدون أن يدخلوا. الآن في عمليا رهان واضح على دونالد ترامب وكل المشاريع اللي كانت مرتبطة فيه، ويمكن اللي صار يريد أن يقطع الطريق لأي إمكانية حوار إيجابي بين إيران وبين الولايات المتحدة. كانت الول ستريت جورنال كشفت قبل أسبوع عن اتصالات أمريكية إيرانية للحفاظ على التهدئة، لكن تحت ستار هذا الحفاظ على التهدئة أتى الغدر الأمريكي. لذلك الأمريكيين بالذي جرى في طهران تبعثوا برسالة واضحة، مارسوا غدرا موصوفا. لا يمكن لأحد أن يقتنع أن أمريكا لم تكن شريكي بالحدث، يعني لم يكن من قبيل الصدفة أيضا اغتيال هذا القيادي الكبير الشهيد إسماعيل هنية في طهران تحديدا، رمزية هذا الاغتيال بالعاصمة الإيرانية. لم يكن هذا أمر متخيل حتى، خلينا نسلم أنه إسماعيل هنية أحد ضيوف الدولة الإيرانية، كان في 85 دولة عم بيشاركوا باحتفال بزشكيان، منهم قوى فصائل المقاومة، وكان في تقدير خاص لقادة الفصائل ولقاءات مع السيد القائد علي الخامنئي والرئيس بزشكيان. مكان إقامة هنية بشمال طهران كان معروف ومعلوم علنا، لم يكن هناك أي توقع بأن تجري عملية الاغتيال في قلب طهران وبهذا الأسلوب بالذات. المسألة أبعد من أن تكون خرق أمني، قد يكون الوسيلة التي أتاحت تنفيذ العملية هي هاتفي الثريا الموجودين مع السيد إسماعيل هنية ومع مرافقه، أو اتصال جرى عبر الواتساب بينه وبين نجله. هيدي التقديرات إلى علاقة بتقنية تنفيذ العملية، أما بالأبعاد السياسية فهي أبعاد مزلزلة جعلت الجريمة تكون إيرانية البعد بالدرجة الأولى قبل أن تكون فلسطينية. لذلك سماحة السيد علي الخامنئي اعتبر أنه نحن مجبرين على جباية الثمن، وما يرسله الإيراني من إشارات بالرمزيات حكينا عنها صحيح قبل شوي، برأيي أنا يجب أن تجعل فرائس العدو ترتعد. وهيدا الأمر يعني هون كان في سوء تقدير إسرائيلي بتنفيذه مثل هذه العملية على الأرض الإيرانية. نعطي دليل نحن ليش ما كان في سوء تقدير إسرائيلي بضرب القنصلية وقتلة الشهيد زاهدي ورفاقه، وردة الفعل الإيرانية لولا الجهد الاستثنائي الذي بذله كل الغرب، وظهرت إسرائيل وضيعة طفل تؤمن له الحماية، ما كان هذا صحيح الأمر دليل خطأ استراتيجي قاتل. أنا برأيي بس ما يبدو أنه تعلم درس يعني من هذا ما بيتعلم ست سوسن. من هو دائما يستند إلى جبروت القوة وإلى وهم القوة ما بيتعلم من غلطة ومن اثنين ومن ثلاثة، بل يكرر أخطاءه، خاصة
إنه المعيار الحقيقي اللي بيخليه يغلط هو استناده على الأمريكي ورمي الثقل على الأمريكي وعدم تحمل المسؤولية. من هون استشهاد إسماعيل هنية اللي ضاقت به الدنيا وما عم بيلاقوا بالأخير قادة حماس بلد يحتضنهم، لا بل إنه عم يلحقوهن على آخر ملاذ ممكن يكونوا فيه. بالمناسبة وجودهم بالدوحة دليل أنهم بقلب الحضن الأمريكاني، لذلك كان مطلوب ألا يغتال على الأراضي القطرية وأن يغتال على الأراضي الإيرانية. يعني في تقصد كان أن يكون المكان طهران لأسباب عدة. في تعليق لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بيقول لهم في كيف يمكن لمن يفاوض أن يقتل من يفاوضه. صحيح. يعني هيدا تعبير في مستوى من الصراحة إله رمزيته طبعا. وعبرت الخارجية القطرية أنه هذا الاغتيال سيؤدي إلى انزلاق في المنطقة للعنف وتقوية فرص السلام، وبالتالي نحن أمام مثل ما حضرتك قلت أفق مقفل. لذلك ما بعد الاحتفالية ووجود الفصائل برأيي أنا دائما مأسسة العلاقات داخل قوى المحور، استمرار حركة حماس كحالة متجذرة سبق لها أن قدمت كثير من قادتها على الطريق، ولغم أهمية الحج أبو العبد على الهرمية بما يمثله من مزايا قادرة على الجمع الإيجابي. صحيح. لكن باعتقادي أنا الخيارات القادمة قد تكون بأهمية خيار الحج يبدو أبو العبد. كمان الكلام أنا أتمنى شخصيا ولا أريد أن أستبق، بالعكس أنا ما بتوقع خالد مشعل، لأنه خالد مشعل قد لا يكون منسجم مع متطلبات اللحظة. باعتقادي أنا دور الداخل سيكون له تأثير كبير بعكس الخيارات على الشورى. ما بدي يعني أنا عندك الداخل الفلسطيني تحديداً، يحيى سنوار وتحديداً غزة والضفة الغربية. بالمناسبة آخر استطلاع للرأي محايد أجري من قبل وسائل إلى علاقة بالغرب عن تأييد لحماس بالضفة 65%، وما يجري الآن من احتجاج وتفاعل مع أسى عملية الاغتيال هو دليل إضافي. المقاومة لا زالت تقاتل في غزة، اليوم الضربات لجيش العدو كان إلى رمزيتها ودلالاتها. من هون ست سوسن خيارات ما بعد إسماعيل هنية بالنسبة لحماس قد لا تقل أهمية وإشعاعا عن لحظة إسماعيل هنية. وأنا أتمنى شخصيا أن يكون نائب رئيس المكتب السياسي السيد خليل الحي صاحب الحظوة الأولى بهذا الإطار. يعني شفنا نغمة طلعت بعد هذا الاغتيال، لي يعني إذا بدك تشير إلى أنه طهران لم تستطع حماية ضيفة، وبالتالي كأنه كان في محاولة لتقليب إذا بدك قاعدة أساسية ضد طهران وما تمثل. مش أول مرة هيدا المنطق الخبيث المسموم الذي يسعى دائما إلى الإيقاع بين من نجح الطوفان الأقصى بإثبات عمق اللحمة عمق الوحدة. برأيي أنا العلاقة السنية الشيعية الآن ليس على مستوى لبنان، على مستوى العالم الإسلامي هي لحظة مأثرة غير مسبوقة، تجاوزت كل الفتن التي صنعت وفبركت في العقد الماضي ودفع فيها الكثير من الأموال، جعلت الآن اللحظة لحظة استثنائية. في حديث أنه بزيارة الإمام الحسين الأخيرة بذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام في 50,000 باكستاني حضروا وشاركوا بالمراسم واختفوا، وهذا عم يقدم وكأنه جزء من استعداد المحور وتحضير زخموا وقوتوا للحظة القادمة. كان عديد كبير. في حديث عن استعداد حركة طالبان لإرسال 10,000 مقاتل ليكونوا جزء من المواجهة القادمة إذا قدر للمدى أن يفتح.
خدم واقف الرئيس أردوغان المتقدم جدا وغير المسبوق اللي وصلت فيه أن يتحدث عن وقوفه إلى جانب أذربيجان بكرباخ ووقوفه في ليبيا وأن يكون وقوفه مع المقاومة إذا جرى اجتياح لبنان هو الثالث في هذا الثالوث، بغض النظر عن موقفنا من القضيتين، لكن هذا بالرمزية يجري التوقف عنده. برأيي أنا ليس العالم العربي، العالم الإسلامي كله سيكون حاضر مع أي تطور لهذه المواجهة إذا أخذت بعدا تجاوز الحدود القائمة. هلأ هون بيرجع السؤال المطروح، إلى أي مدى يمكن القول بأنه إسرائيل جاهزة لمثل إذا بدك إسرائيل يعني غير خصوصا جاهز. في ظل اليوم الانقسامات القائمة، تعب الجيش، يعني كل اليوم الحالة المعقدة والمركبة اللي عم بتعيشها. واحد من أسباب توقيت أخذه للقرار يوم الأحد ليلا هو المشهد اللي شفناه الجمعة والسبت اللي له علاقة بمسألة المحققين العشرة واغتصاب للمناضل الفلسطيني وتوقيف من قبل الشرطة العسكرية وما جرى في سديمانية وفي بيت ليد، واللي شفنا فيه نموذج للحرب الأهلية الداخلية المصغرة وكيف اصطدم الجيش مع الشرطة التي غطت بقرار من بن كفير وزير الداخلية الجريمة التي ارتكبت. لذلك أريد للإغتيالين أن يضعا سريعا قشرة على ما يجري في الداخل. هذا الأمر قد يكون دفع قليلا هذا المشهد إلى الخلفية، لكن إلى حين لتعود كل الكوامن والعبوات الموجودة الآن في جسد العدو الداخلي لتخرج دفعة واحدة، منا تجنيد الحريديم، منا مسألة المحكمة العليا وغير عشرات العناوين اللي يمكن أن نضعها في هذا. هذا المشهد كله كيف سينعكس على مسار الحرب في غزة في الداخل الغزاوي؟ باعتقاد الحرب بغزة ماخذ مسار الطبيعي، قواعد عمل المقاومة الحاكمة رغم الجرائم المرتكبة لا زالت تنتج كل يوم قدرة هائلة على الثبات والصمود. أنا بس بدي ذكر ست سوسن ساعات قبل الاغتيالين كانت جريمة مدرسة خديجة الكبرى بدير البلح وسقوط 30 شهيد 25 طفل. حتى ساعات قبل ذلك جرى إحصاء لعشرة أيام من المجازر من قبل قناة الجزيرة، 1000 شهيد كانوا خلال هذه الأيام العشرة، لكن رغم ذلك اليوم في اغتيال مراسل قناة الجزيرة والمصور صحيح لبن عزي أهاليهم. هذه كلها نماذج لا تفت من عضد هذا الشعب وإرادته المقاومة، ودائما المقاومة الفلسطينية على الموعد رغم كل هذا الكم الهائل من التضحيات. أعيد ترميم الكتائب 24 لكتائب القسام وتعيين قاضي على رأس كل كتيبة، أعيد تدوير قدرة المقاومة، أعيد فتح باب التطويع على مستوى الفصائل كلها، والآلاف تقدموا وانتظموا تحت الحرب في الجسد، المجموعات جرى تصغيرة إلى 2 و3، حرب عصابات حقيقية، جار الإعداد إلى مشهد الضفة الغربية وما جرى مؤخرا بطول كرم وبجنين وما هو قادم في هذا المسار، يعد بأن محور المقاومة على البوصلة وأن هذه الدماء الزكية ستزيد الإرادة صلابة والرغبة بالثأر قوة وعودة المعادلات إلى مسار الحقيقي. هذا كله موعود في واقع ما سنشهده من تطورات جبهة الجنوب. باعتقادي أنا أنه المسألة منا مسألة تهويل بالحرب بقدر ما هي رغبة بالحفاظ على قواعد الاشتباك. المسألة بالدرجة الأولى هي في ملعب العدو، لأن الرد على الضربة يتجاوز ميدان الجبهة الجنوبية نحو الذهاب لاستهداف الضاحية. صحيح أن المخاطر عالية، أنا لا أتوقع اجتياح بري ولا ضربة جوية واسعة،
لكن الأكيد أن امتحان الإيرادات بين المقاومة والعدو إما بالعودة لبناء قواعد اشتباك جديدة أو للتدحرج باتجاه مواجهة واسعة يبقان عاملان قائمان، وإن كنت أميل أن الحرب غير واردة بحسابات الطرفين، لكن حافة الهاوية هي سيدة الخيارات في هذه اللحظة. بالموقف يعني اللبناني إذا بدك، إلى أي مدى أو لأيمتى رح يضل اليوم الموقف أو لبنان مكشوف بالسياسة دكتور في ظل هذا الانقسام الكبير للقوى السياسية على نفسها؟ أنه هون هذا المشهد اليوم ما بيوجب علينا نوع من اللحمة، من الوحدة، من التماسك على الأقل في مواجهة مثل هذا العدو؟ بالبيان اللي طلعه رئيس الحكومة وبكلامه السياسي أمام مجلس الوزراء دعا إلى هذا النوع من الطلاق السياسي اللي بيحصن البلد. بعض الوزراء اليوم ما أجوا حضروا جلسة مجلس الوزراء. للأسف الرئيس بري دائما يحرص بالحوار الذي يدعو إليه. صحيح. على حضور الجميع بأي لحظة قادر الرئيس بري يدعي لحوار بيحضر أكثر من ثلثي مكونات البلد وعدد أعضاء البرلمان، لكنه يحرص على عدم استبعاد القوات. أي مكون؟ رغم موائفنا التصعيدية في هذه اللحظة للأسف برأيي أنا هؤلاء بخيارات لن يعودوا للتجاوب مع اللي عم نحكي فيه، والبلد موجود. بس وينهم هن كقوة اليوم يعني في ظل إذا بدك المشهد العام القائم وحركة المفادين اللي عم تجي وتروح يعني. واقع معزول، خيارات فيها ادعاء أكثر ما فيها قدرة على التجسيد. مبادرتهم التي ادعوا هذيك اليوم وجودها لم تكتر أكثر من حالة صوتية فولكلورية، لم تستطع كسر العزلة، مواعيد مع الثنائي ما قدروا يحصلوا. صحيح. بالعكس حددت المواعيد يوم جمعة ويوم تنين مع الطرفين وتم إلغاء. ليش؟ لأنه سبق هذا الإلغاء كلام لرئيس حزب القوات ولغسان حاصباني بدأ يتبجح مسبقا بأن إعطاء هذه المواعيد هو اختراق للعزلة وهو تجاوز للحوار وتسليم بالحوار الثنائي. إزاء هذا الفهم بادر المعنيون لإلغاء المواعيد التي كانت قد حددت أصلا، قلت لي يوم الجمعة ويوم التنين، ودائما الثنائي منسجم وينسق في أي موضوع له علاقة بهكذا استحقاقات. يعني الكلام تتم على أمل أنه نرجع نلتقى وتكون الأمور يعني رحنا فيها إلى حسم المشهد ولكن بالاتجاه الإيجابي، وأن تقف هذه المقتلة الإسرائيلية وهذا الإجرام. أنا بشكرك دكتور وسيم بزي. شكرا. الباحث الاستراتيجي على تلبيتك الدعوة معنا الليلة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي الأربعاء المقبل وملف جديد في 90 دقيقة.